تكلم على بعض العبادات المهجورة وبعض السنن المهجورة، حيث أن الناس يخدعون من الدين ما هو يسير على نفوسهم ويتركون من الدين ما هو عسير عليهم، ويهتمون بالمظاهر دون أن يهتموا بالحقائق والمعاني. ولذا وجب التنويه على بعض العبادات التي عند الله عظيمة ويظنها الناس أنها ليست لها قيمة. من بين هذه العبادات المهجورة عبادة الصمت. هل جربت أن تعبد الله بالصمت؟ إذا اشتهيت الكلام فاصمت، خالف نفسك، لا تتكلم بمجرد شهوة الكلام. فإذا أعجبك الصمت فتكلم، وإذا أعجبك الكلام فاصمت، حتى لا تتكلم بنفسك ولا تصمت بنفسك، بل يكون صمتك لله وبالله، ويكون كلامك لله وبالله. فالكلام قد يكون سببا لرضا الله كما قد يكون سببا لسخط الله، والصمت كذلك. بس ساكت عن الحق شيطان أخرس. فالصمت له وقته والكلام له وقته، والحكمة أن تعلم متى تصمت ومتى تتكلم. وإذا علمت متى، الحكمة الأخرى كيف تتكلم وكيف تصمت. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، اللسان واليد. فكأن صمت الجوارح الكف عن الفعل، وصمت اللسان الكف عن الكلام. ولذا إذا تكلمنا عن الصمت يفهم منه بعض العوام أن الصمت هو صمت اللسان فقط، في حين أن الصمت في الحقيقة هو صمت اللسان وصمت الجوارح. فالجوارح لا تفعل المعاصي، واللسان لا يتكلم فيما لا يعني. فإذا اهتممت بالصمت اللساني فقط وتركت جوارحك تفعل ما شاءت، فاعلم أنك من عوام الناس. فالصمت عند العوام صمت اللسان، والصمت عند العارفين هو صمت الجوارح واللسان منها. فصمت عن الكلام وصمت عن الأفعال، ولو كانت إشارة، ولو إشارة. ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلد. فالهمز واللمز اعتبره الله من الكلام، وهو مجرد إشارة، قد يكون بالعين، وقد يكون بالخد، وقد يكون بالفم، وقد يكون بأي جارحة من الجوارح. هذا عند الله عظيم. سيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، من غيرتها على نبينا، لأن كانت لها ضرائر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخل على سيدتنا زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، كانت تحضر له طعاما وحلوى فيخرج من عندها وقد أكل. فخافت سيدتنا عائشة أن يميل قلب النبي صلى الله عليه وسلم إلى زينب أكثر منها، فقالت له بسبب غيرتها: حسبك من زينب أنها، ولم تتكلم، أشارت بيدها فقط، يعني أنها قصيرة تميل للقصر. حسبك من زينب أنها، أشارت فقط. فقال النبي لها: لقد قلت كلمة. فاعتبر الإشارة كلمة، لأن الإشارة المفهمة كلمة. قال لها: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني تعكر البحر. انظر إلى خطورة الكلمة، سواء كانت من جارحة أو من لسان، وإن كان اللسان أيضا من الجوارح، ولكن نريد أن ننبه لأن كثير من الناس لا يذكرون الجوارح إلا باليد والرجل والعين وينسى اللسان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم
كان يقول: أوصاني ربي أن يكون صمتي فكرة وقولي ذكرى ونظري عبرة، وأن أصل من قطعني، وأن أعطي من حرمني، وأن أعفو عمن ظلمني. وأوصاني بالإخلاص في السر والعلانية، والعدل في الغضب والرضا. هكذا كانت سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. هذا النبي الذي هو أسوتنا وقدوتنا وقرة أعيننا، كلما اقتربت منه سلوكا كلما اقتربت منه مجلسا يوم القيامة، وكلما ابتعدت عنه سلوكا كلما ابتعدت عن مقام الرحمة والمغفرة والأخلاق الحميدة. هذا النبي الكريم يبين لك أن يكون صمتك فكرا، لا مجرد أن تصمت وتفكر في لا شيء. الذي يتناول المخدرات يسكت ولا يفكر في شيء، أفئدتهم هواء. فصمته ليس فكرا، لا يزداد به شيء، بل يزداد به خمولا وخضوعا وبلادة. ولكن الصمت الذي يكون معه الفكر، ولذا ارتبط الصمت بالفكر والتفكر. ومن العبادات أيضا المأمورة عبادة التفكر، ولا تكون إلا مع الصمت. فالإنسان إذا تفكر صمر حتى يركز فيما يتفكر فيه. وإن عبادة التفكر التي توصلك إلى الله، يقول النبي فيها: تفكر ساعة خير من عبادة سنة. تفكر ساعة خير من عبادة سنة. ولا تتفكر إلا إذا صمت، ولا تصمت إلا إذا كنت معتبرا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. عليك أن تفكر قبل أن تتكلم، لأنك قد تقول الكلمة ثم تندم، فإن ندمت لا تستطيع أن تمحوها أبدا. ولو اعتذرت 100 عذر لا تستطيع، ولو قبل عذرك تظل كلمتك مسجلة في الكون، تأتيك يوم القيامة حتى تخرق سمعك مرة أخرى ليسألك الله عنه. إياك إياك، فإن الله سبحانه وتعالى خلق لك لسانا واحدا، وخلق لك أذنان حتى يكون سماعك أكثر من كلامك حتى تعتبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صمت نجا، من صمت نجا. وكان أحد الصالحين وهو الربيع بن خثيم، وكان من أولياء التابعين رضي الله عنه وأرضاه، كان يأتي كل صباح بدوات وقرطاس وقلم، كلما نطق بكلمة كتبه، ثم قبل أن ينام بالليل يقرأ كل ما نطق به فيحاسب نفسه عليه. هكذا كانوا يعدون كلامهم من أعمالهم. وإذا أردت أن تدون كل كلمة وهي تدون عليك، اعلم ذلك، إن لم تدونها أنت فهي دونت عليك. وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فإن لم تدونها أنت فقد دونت. وإن كنت سوف تدونها سوف تقلل الكلام حتى لا تكتب كثيرا، فيقل كلامك فيما لا يعنيك. هناك ناس يتكلمون بشهوة الكلام، لمجرد شهوة الكلام في كل موضوع وفي أي موضوع، يعرفه ولا يعرف، ويملأ الدنيا ضبيدا وصخبا. وهذا الكلام الذي يشوش خاطره وقلبه يجعل قلبه يعود. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يستقيم إيمانك حتى يستقيم قلبك، ولا يستقيم قلبك حتى يستقيم لسانك. انظر إلى أحاديث النبي الهامة التي قل من ينتبه إليها المسلم، وإن انتبه وقرأها قل من يعمل.
لا يستقيم إيمانك إلا إذا استقام قلبك، أو لا يكمل إيمانك إلا إذا استقام قلبك، ولا يستقيم قلبك إلا أن يستقيم لسانك. فالمسألة تبدأ باللسان، إياك إياك. ما من عداوة تنشأ بين اثنين أو بين حتى عائلتين أو حتى بين دولتين إلا وراءها كلام وألفاظ وألسنة وشتائم ومنابذات تقوم بها الحروب وتراق بها الدماء وتنتهك بها الأعراض. وكم من كلمة خير يصلح الله فيها بين العباد، فكم من كلمة أفسدت ذات البين، وكم من كلمة أصلحت ذات البين. فعليك أيها المسلم أن تعبد الله بالصمت الذي يمنعك من أن تطعن في أخيك فلا تغتابه، أو أن تنقل الكلام بغرض الإفساد فتكون نماما وقتاتا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام الذي ينقل الكلام ليفسد بين الناس. فإياك إياك. وهذه من الكبائر، والناس يظنون أن الكبائر هو الزنا، لعب القمار، شرب الخمر، وفقط. الكبائر كثيرة، أهمها وأكبرها الشرك بالله، والحمد لله برئنا منه بالإسلام، ولكن يبقى بعد ذلك كبائر كثيرة قد نقع فيها: عقوق الوالدين، الكبر، احتقار الناس، إنكار الحق، الغيبة، النميمة، الحسد، قسوة القلب، الحرص، حب الظهور، حب المدح، وحب الثناء. كل هذه أشياء تحجبك عن ربك وتحجبك عن نبيك صلى الله عليه وسلم. فالنبي كان أبعد الناس عن مساوئ الأخلاق، وكان أعلى الناس في مكارم الأخلاق. والله سبحانه وتعالى يقول لا خير في كثير من نجواهم، والنجوى تكون بين اثنين أو ثلاثة أو أربعة، يعني مجالس الحديث. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فعليك أن يكون مواضيع كلامك في هذه الأشياء أمر بمعروف أو أمر بصدقة أو إصلاح بين الناس، أو تعليم علم أو تعلم علم. فإن تعليم العلم وتعلم العلم إن كان لله فهو من أكثر الأشياء الموصلة إلى الله. وإن الله سبحانه وتعالى له ملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، ولا تجعل كلامك في لغو وفي حديث لا قيمة له. تسأل عن فلان وعن تصرفاته وعن أحواله وعن ثيابه، ومن أين اشترى هذا، ومن أين جاء بهذا، وكيف تحرك وكيف تكلم، وتظن بالناس الظنون. إياك إياك. فصمت العين غض البصر، وصمت اللسان الكف عن الكلام فيما لا يعنيك، وصمت اليد الكف عن البطش في أن تأخذ حق غيرك أو أن تؤذي غيرك بيدك، وكف الأقدام ألا تسعى إلا في طاعة الله، وكف الفم ألا يدخل فيه إلا حلال صرف، وكف الأذن أن تعرض عن اللغو. صمت الأذن الإعراض عن اللغو، إنهم عن اللغو معرضون. فليكن صمتك صمت العارفين، وهو كف الجوارح كلها وليس كف اللسان فقط. أما صمت المحبين الواصلين فهو صمت أرواحهم وكف أرواحهم وأسرارهم أن تركن إلا لمولاه، وألا تشهد إلا الله. ولا تصل لهذا لأن المقام الأخير مقام وهبي من الله لا تستطيع أن تكتسبه، لكن يهبه الله لمن راقب نفسه في الصمت في المقام الأول.
فإن رقبت نفسك وصار صمتك وصمت جوارحك فيك سجية من الله عليك ورقاك، فأصمت روحك وسرك عن رؤية سواه، وأن يعتمد إلا عليه، وأن يركن إلا إليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا بأخلاق الصالحين والأنبياء، وأن يحققنا بحقائق أهل الكرب، وأن يسلك بنا مسالك أهل الجنة، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. ابدأ من اليوم بمراقبة نفسك عندما تتكلم، ولا تتكلم إلا فيما يعنيك، وإذا تكلمت فتكلم بأقل كلام ممكن يعنيك، واترك اللغو والكلام الزائد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا لا يزم طعاما ولا يمدح طعاما، لا يضيع وقته وكلامه في أن يزم طعام أو يمدح طعام، كان ما أعجبه أكله وما لا يعجبه أعرض عنه وسكت صلى الله عليه وسلم، لا يذم شيء، وكان إذا رأى شيئا لا يعجبه أعرض وأشيح، تغافل عنه بغير غفلة، تغافل بغير غفلة، ثم نصح صلى الله عليه وسلم في الوقت المناسب دون مواجهة. هكذا كانت أخلاق النبي. فراقب نفسك من هذه اللحظة 40 يوما. إذا راقبت نفسك في خلق معين 40 يوما صار فيك سجية، بحيث أنه يصير بعد ذلك عادة عندك. 40 يوما، وابدأ بالتاريخ، اليوم بتاريخ كذا بدأت عبادة الصمت ومراقبة نفسي في الكلام وكف جوارحي عن المعاصي. وكلما أخطأت بعد هذا التاريخ تدون هذا الخطأ، ثم تبدأ تعد 40 بعد الخطأ السابق. فإذا أخطأت في اليوم 30 تبدأ من أول يوم حتى تحصل 40 يوما متتالية بغير خطأ في هذا الخلق. هكذا تربي الأخلاق فيك، إن أردت أن تربي في نفسك الأخلاق 40 يوما، لأن 40 هامة، عدد 40 هام في تربية السلوك والنفس. وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10، فتم له ميقات ربي 40. فال40 مهم، وال40 كانت مجموع الحديث التي يجمعها كثير من العلماء، الأربعينيات يعرفوك بها بشرع الله وبنبي الله، وأشهر 40 النووية وال40 العجلونية وال40 الصديقية. فال40 رقم له سر، هذا السر إذا لاحظته وواظبت عليه بخلق معين صار فيك سجية. 40 يوما لا تكذب حتى تعتاد الصدق، 40 يوما لا تتكلم فيما لا يعنيك حتى تعتاد الحكمة في الكلام، 40 يوما تصلي الفرائض لا يفوتك تكبيرة الإحرام، تأخذ براءة من النفاق وعتق من النار، 40 يوما. هكذا وردت الأحاديث في أحاديث العتاقة، من صلى 40 يوما في جماعة كانت له براءة من النفاق وعتق من النار، ومن صلى 40 وقتا في مسجدي هذا مسجد النبي 40 وقت 8 أيام، 5 فرائض في 8 أيام 40 وقتا تصليها في مسجد النبي كانت لك براءة من النفاق وعتق من النار. من صلى 40 فجرا متتالية جماعة لا يفوت تكبيرة الإحرام كانت له براءة من النفاق وعتق من النار. من صلى العشاء والفجر 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام، كل هذه عتقات
عليك أن تهتم بها وأن تواظب عليها. فالأربعين رقم له سر في التربية، لأنه من واظب 40 يوما على هديه تصير فيه سليا، حتى لو لم يفعلها بسبب عذر طارئ يكون قلبه معلق بها. ومعلوم أن الذي قلبه معلق بالمساجد في ظل عرش الله يوم القيامة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك وأن يقبضنا على أكمل حال. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها أمرنا، وتلم بها شعثنا، وترد بها ولفتنا، وتصلح بها ديننا، وتحفظ بها غائبنا، وترفع بها شاهدنا، وتزكي بها أعمالنا، وتلهمنا بها رشدنا، وتبيض بها وجوهنا، وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم أعطنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم ألف بين قلوب عبادك المؤمنين، وانصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الكفرة أعداء الدين. وألف بين قلوب عبادك المؤمنين، وولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وتب علينا يا رب العالمين. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما حيينا، وتقبل ذلك منا. اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، ويسر لنا تلاوته وحفظه وفهمه وتبليغه والعمل به أنا الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. أقر أعيننا يا رب العالمين بنصرة الإسلام والمسلمين، وأقر أعيننا يا رب العالمين بذرياتنا أن يكونوا من الصالحين، احفظهم إلى يوم الدين يا رب العالمين. يا أرحم الراحمين برحمتك ارحمنا وارحم سائر المسلمين يا رب العالمين، وشفع فينا حبيبنا وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتولى قبض أرواحنا بيدك يا رب العالمين، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، اشكروا يزدكم، استغفروا يغفر لكم، وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.